السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد ترحيب. نرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. في هذه الحلقة نتابع مع ضيوفنا في الاستديو مواضيع مهمة ومميزة إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات اللي تشهدها مختلف مناطق الدولة. وهي أبرز عناوين حلقة اليوم: تحت شعار خدمة وطن، برامج صيفية للطلاب بأكاديمية الخدمة الوطنية. إقبال واسع يشهده ثاني أيام مهرجان الرطب المحلي بسوق واقف. في إطار الفعاليات والمحاضرات التي تقيمها مكتبة قطر الوطنية، نظمت المكتبة محاضرة تمحورت حول تاريخ الخيول العربية في قطر، كما كان للجمهور فرصة القيام بجولة حية في الشقب وخيولها المميزة. ظلت الخيول العربية الأصيلة ذائعة الصيت عالمياً، فهي تعد من أفضل الجياد وأغلاها ثمناً، وهو ما يعود في الأصل إلى الصفات التي لا يمكن لأن تجتمع إلا في فرس عربي ذي دم نقي، يجمع بين جمال الهيئة وتناسب الأعضاء ورشاقة الحركة وسرعة العدو وحدة الذكاء والمقدرة العالية على التكيف. هذا غيض من فيض نشاط مكتبة قطر الوطنية التي نظمت محاضرة عن تاريخ الخيول العربية في قطر وعن دورها المحوري في حياة الشعب قديماً، بالإضافة إلى التعريف بأهم وأندر السلالات الموجودة في قطر وأفضل الجياد التي حازت بطولات عالمية مختلفة. انتهينا قبل قليل من محاضرة تتكلم عن أهمية الخيل العربية وتاريخها بالتعاون بين إدارة الشقب والمكتبة قطر الوطنية. تكلمنا فيها عن الإسلام والخيل وأهمية الخيل والخيل العربية في قطر وتاريخ الفروسية بشكل رسمي في قطر وأهم صفات الخيل العربية الأصيلة. هذه المحاضرات أرى أنها مهمة جدا، لأن الخيل هذا موروثنا وموروث أجدادنا وشيباننا في قطر، فمهما تطورنا ومهما رحنا لابد أن نعود إلى موروثنا. عندنا في الشقب زيارات يومية من مختلف دول العالم، يجونا ناس بشكل يومي. عندنا ما يقارب 1000 من الخيل العربية الأصيلة، أو نسبة كبيرة منها من الخيل العربية الأصيلة. احنا ندعي دائما في الشقب أن الخيل اللي موجودة عندنا هي أسعد خيل موجودة في العالم بسبب المرافق اللي موجودة والخدمات اللي تقدم لها. فعالية المكتبة الوطنية لم تنتهي بين جدرانها، وكان للجمهور الحاضر فرصة زيارة مؤسسة الشقب التابعة لمؤسسة قطر في رحلة استكشافية للاستمتاع بمشاهدة جمال الخيول العربية عن قرب، عدا عن فرصة الاطلاع على الإسطبل الأميري الذي يضم 63 خيلاً من أجود الخيول وأفضلها لها طرق رعايتها الخاصة. حبي للخيول العربية الأصيلة طبعاً من الصغر، دائماً كنت أرسم الخيول، وحصلت فرصة عظيمة أن أنا أدخل للإسطبلات الأميرية ومشاهدتها عن قرب. هذه فرصة بالنسبة لي كفنانة قاعدة تشتغل على مشروع الخيول العربية الأصيلة. الفنان عندما يرسم الخيول يرسم من خلال البحث والدراسة والتأمل، ليس فقط لمجرد الرسم وإنما للبحث عن قيم جمالية. الخيل معقودة بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهي كنز تاريخي يروي أصالة شعوب متعاقبة. هي أيضاً رسالة تحملها مجهودات الشقب بهدف المحافظة على النسل العربي في المدى القريب والبعيد. نعم مشاهدي الكرام، تتواصل فعاليات النشاط الصيفي والتي انطلقت في 7 من الشهر الجاري وسط إقبال كبير من الطلاب. نحدث أكثر عن فعاليات البرنامج الصيفي وأبرز أهدافه. يسعدنا أن نستضيف النقيب سعود الهاجري مدير برنامج الخدمة الوطنية. حياك الله معنا، يا مرحبا بكم وسهلا. الله يحييك أخوي أحمد، الله يبارك فيك. سعيد جدا، يا مرحبا بكم وسهلا. نشكر لكم هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة. يا مرحبا بكم وسهلا. أبو سعد، لو نتكلم شوي عن هذا البرنامج،
برنامج خدمة وطن، برنامج جدا جميل وممتاز، إنه قاعد تقومون في ملء أوقات الفراغ للطلاب بما يفيدهم. لو نتكلم شوي عن هذا البرنامج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت أخوي أحمد، إيمانا من وزارة الدفاع بأهمية الإجازة الصيفية، وأيضا انتهازا واستغلالا لإمكانيات ومهارات أبنائنا الطلبة، أتت فكرة إقامة النشاط الصيفي اللي هو الأول والفريد من نوعه اللي هو خدمة وطن، تقيمها أكاديمية الخدمة الوطنية. بصراحة هذه أيام الإجازة الصيفية هي فترة ذهبية، لابد أن احنا نوظف إمكانيات ومهارات أبنائنا الطلبة ومجهودهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وهذه صراحة الأساس اللي احنا قمنا فيه حتى في تصميم البرامج والأنشطة في برنامج خدمة وطن. فاللهم لك الحمد، يعني وجدنا يعني الاستمتاع في وجوه ومحيى أبنائنا الطلبة، وكذلك أولياء الأمور صراحة كانوا مسرورين جدا من خلال الأنشطة والفعاليات من ناحية تنوعها، وأيضا من خلال الرسائل اللي نهدف من خلالها لإيصالها لأبنائنا الطلبة المشاركين. أحسنت، أمانة اخترتوا هذه الفترة بالذات فترة ممتازة جدا، أولياء الأمور يشغلون أبنائهم بما يفيدهم، لأن خاصة مثل ما تعرف الفترة هذه تكون فترة خمول، وخاصة فترة الصيف الطالب يكسب سلوكيات خاطئة، لا هي السهر وغيره، والانشغال في السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية. فخلاص تلقى الطالب مش مستعد أصلا أنه يدخل في فصل دراسي بإذن الله قادم. فلذلك انشغال الأطفال وانخراطهم معاكم والتعامل مع ناس في مثل هذا المكان في مثل هذا المقام ففعلا يشغلهم وينمي عندهم أشياء يستفيدون منها بالمستقبل بإذن الله. احنا نتكلم عن إقبال أكثر من 400 تقريبا طالب جوكم، بالإضافة إلى هناك أولياء أمور مثل ما ذكرت ردت فعلهم جدا جميلة وممتازة، راضين بما تقدمونهم، اللهم لك الحمد. وانتم يعني أمانة خير من يقدم هذه الأنشطة الصيفية بشكل هادف ومميز. نتكلم عن آلية القبول بالإضافة إلى الفئات المستهدفة اللي أنتم مركزين عليها بالذات. إحنا مثل ما تفضلت، إحنا بصراحة لما جاءت الفكرة وتم إطلاق النشاط عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كان العدد المستهدف هو 300 طالب صراحة. لكن لما وجدنا إقبال شديد، يعني وهذا يدل على الرغبة الشديدة اللي موجودة صراحة. يعني هذا اللي كان يدعمنا جدا احنا في أكاديمية الخدمة الوطنية، هو دعم أولياء الأمور ومساندتهم لنا في إيصال أهدافنا والقيم اللي نود أن نوصلها في أبنائنا الطلبة. فرفعنا سقف بعد التوجيهات، رفعنا السقف إلى 500 طالب. والحمد لله الآن العدد المتواجد حوالي 500 طالب. فهذا اللهم لك الحمد، يعني يدل فإنما يدل على هذا، يدفعنا طبعا دائما إلى التطور والإبداع والتميز إن شاء الله في قادم السنوات. آلية القبول يعني كانت آلية بسيطة وسلسة، بمجرد يعني حضور ولي الأمر مع باصطحاب ابنه الراغب في المشاركة، يعبي نموذج أو استمارة التسجيل، فيها بعض البيانات اللي احنا بحاجة إليها ولازم نعرفها، مثال ذلك إذا كان يعاني من أمراض معينة حتى أن احنا ناخذها بعين الاعتبار. يعني مثلا جونا بعض أبنائنا اللي مصابين بالسمنة، يعني فهذا صراحة حتى في وجبة الإفطار خصصنا لهم وجبات تتناسب مع الهدف اللي هم يهدفون إليه. أيضا المصابين بمرض السكري، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء العاجل، أيضا خصصنا لهم وجبات يعني مقللة فيهم نسبة السكري، لأن عندنا قسم تغذية مختص في أكاديمية الخدمة الوطنية. أيضا يعني بعض الأحيان يعني بعض أولياء الأمور يعطونا بعض الملاحظات المهمة، أن مثلا هذا الطفل ما يختلط دائما في المجتمع اللي حوله، فنركز أنه دائما نخليه يشارك مع إخوانه وزملائه في النشاط، دائما ندعمه، دائما نبين له الإمكانيات اللي ما يشعر فيها. طبعا كل ابن من أبنائنا صراحة له مميزات وإيجابيات، لكن للأسف إن البعض إلى الآن لم يكتشف الإمكانيات اللي موجودة في ولده. حتى بعض أولياء الأمور لما نجلس معاهم ويشرفونا بزيارتهم، يعني يقول أنا ما كنت أتوقع مثلا ولدي أنه يكون عنده استطاعة أنه مثلا يتكلم قدام الناس. بعضهم ما يدري أن ولده مثلا حريف في الرماية، بعضهم ما شاء الله سباح ماهر، بعضهم متميز يعني في صنف أو فن من الفنون. فبالعكس هذه المهارات وهذه الأنشطة الصيفية، خلنا نقولها يعني بشكل عام، من أهدافها أنها تخرج هذه المهارات. بعض الأحيان ترى الابن أو الطالب ما يجد الفرصة أو المكان اللي يستطيع من خلاله أنه يطلع الطاقات والمهارات اللي موجودة في داخله. فهذه المراكز الصيفية من أهدافها أنها بالفعل تعطي مساحة جيدة ومناسبة للطفل حتى يبرز ويبدع في إظهار ما يتميز فيه من إمكانيات. أحسنت، يعني أمانة
احنا نسمع دائما بالانشطه الصيفيه سواء كانت في احد النوادي او احد المراكز الشبابيه او غيره، لكن تركيزكم على الطفل بشتى يعني المجالات، في مجال مثلا الغذاء، في مجال اللي يحتاجه، مثلا حتى نتكلم عن بعض الاطفال اللي يعاني من العزله ويعاني من طيف من اطياف التواحد مثلا، اللي ما يختلط مع الناس او يكون منعزل او كذا، فاشراكه في المجتمع، تثقيفكم على ادق التفاصيل، هذا بحد ذاته يخليني انا اسلمكم الولد وانا مبسوط ومرتاح وادري ان انا بجني ثمار مختلفه تماما، راح يجيني ولدي بشكل اخر، سواء اذا كانت عنده سلوكيات خاطئه راح تتغير، ممكن يكون مكتسب شغله جديده في حياته، مثلا مثل ما ذكرت في مجال الخطابه او الرمايه او السباحه، لكن انتم مستهدفين فئه معينه؟ نعم. من عمريه ام الكل؟ حتى هذه احنا راعيناها صراحه، حتى من ناحيه نفسيه، نعم، وحتى من ناحية الأعمار احنا خصصنا النشاط فقط الأعمار المستهدفة من 10 سنوات إلى 13 سنة، يعني إلى ما قبل البلوغ تقريبا، يعني تقريبا مواليد 2006 إلى 2009. فحتى الفئة المستهدفة لما جينا وصممنا البرنامج كان هناك عناية خاصة أنه مش فقط تعال حدد أي عمر وحطه. وإحنا صراحة كنا ملتزمين جدا أثناء التسجيل، يعني اللي يجي أقل من العمر أو أعلى من العمر أننا نعتذر منه ونقول إن شاء الله بنحاول في يعني قادم الأيام، لأن إحنا ترى اختلاط الفئات العمرية مع بعضها البعض قد تنتج عنا بعض الآثار السلبية. نعم، هذه النقطة أمانة اللي أنا كنت أفكر فيها، يعني أحيانا أو أغلبية الأنشطة الصيفية ولا قصورا ببعض الجهات يكون لجميع الفئات العمرية. صحيح. فأنا هنا الطفل يعني أو العمر الصغير يخاف من العمر الكبير، بعض الطلاب يكون كبار فيكتسب منه الطفل عادة سيئة أو كذا، لكن من 10 إلى 13 التفكير أو الفئة العمرية تقريبا متقاربة، سواء في التفكير في السلوكيات في كذا، فأنا أقدر أسوي كنترول. الطفل بنفسه ما راح مثلا يستحي، إذا طفل قاعد مع كبار مثلا 16-17 سنة الطفل تلقاه عنده يتم فيه الخجل، يتم فيه كذا، وحتى التركيز أن أنا أقدم حتى برامج تكون مناسبة للجميع، يعني أنا برنامجي بقدمه بدل لا أفصله للعمر الكبير وعمر الصغير وكذا، ما راح يكون التركيز شوي مشتت، ولكن أنا البرنامج أقدمه لثلاث سنوات أعمار متقاربة جدا من بعض، في نفس التفكير، في نفس السلوكيات، في نفس حتى الأحجام، خلينا نتكلم يعني الطالب مثلا من 10 إلى 13 يكون النمو قريب من بعض، هذه حتى تأثر على الطفل، خاصة في مسألة اللي ذكرتها أنت اللي أمانة شدت انتباهي كثير، للطفل اللي هو ما يكون مختلط في المجتمع، هذه للأسف نواجهها كثير مع البرامج الألعاب اللي نازلة الجديدة هذه. حتى احنا سلمك الله، يعني بالإضافة إلى اهتمامنا بالفئة المستهدفة كان اهتمامنا أكثر وأشد اللي يقدم البرامج، وصراحة اللي يتميز فيه أن طاقم العمل بالكامل قطري 100%. ممتاز. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. وايضا غالبيه البرامج مقامه عندنا داخل اكاديميه الخدمه الوطنيه في معسكر مقدام اللي في منطقه المزروعه، فصراحه استغل هذه الفرصه اني اوجه لهم تحيه شكر وتقدير الشباب اللي شغالين معانا في البرنامج الصيفي خدمه وطن، لان بالفعل ترى اولياء الامور ما يعني يشعرون بالطاقه والجهد الكبير اللي يبذله القائمين على البرنامج حتى انه يحقق اهداف البرنامج والقيم اللي نحاول نزرعها في أبنائنا الطلبة المشاركين. ممتاز. سعد، الاسم بحد ذاته والمكان بحد ذاته مختلف تماما، يعني بالنشاط الصيفي مثل ذكرنا بالعادة نادي أو مكان صغير وكذا، لكن في مثل هذا المكان والطفل يجي يواجه مثلا البدلة العسكرية والرتب العسكري وكذا، حتى تعطي طفل أنا كأني رايح دوام. صحيح. يعني دائما الأطفال يتمنى أنه يدوم يروح ويصير مثلا شرطي أو ضابط أو كذا، ف بحد ذاته هذه تعطي الطفل يعني نوع من ان انا قاعد اقدم شيء، قاعد اسوي شيء، مش مجرد اني قاعد اروح والله العب كوره ولا اسوي له. فنبي نتكلم شوي عن المكان هذا، ايش اللي قاعد يقدم للاطفال؟ الانشطه اللي عندكم ايش اللي تقدمونها للطلاب؟ خلينا نقول لك مثل ما تفضلت، من الاشياء اللي احنا حاولنا ايضا نستهدفها مساله ضبط الوقت واداره الوقت، يعني مشكله ابنائنا انهم يعانون من وقت فراغ كبير. نعم صحيح. فمن الاهداف اللي كنا نحرص عليها انه يلتزم في وقت الحضور ووقت الانصراف. ايضا التزامه بوقت الحضور هذا يعني يجبره بطريقه غير مباشره على النوم المبكر. نعم. وهذا ايضا من الرسائل اللي وردتنا من اولياء الامور، يقول بالفعل ولدي مباشره يصلي العشاء، يتعشى شوي، يروح على فراشه، لانه يدري اذا ما نام بدري راح ينتج عنه انه يتاخر عن النشاط الصيفي.
الأنشطة اللهم لك الحمد يعني كانت متميزة وكانت أيضا يعني متنوعة، لأن في مثل هذه الفئة العمرية الملل يجي بسرعة. صحيح صحيح. فإذا ما يعني نوعت له في البرامج والأنشطة، خصوصا أن مثلا في بعضهم يكون له اهتمام في رياضة معينة أو في جانب معين، فإحنا اللهم لك الحمد حاولنا أن نسدد ونقارب بين أهدافنا وأيضا بين سلوك يعني ما يرغبه أبنائنا الطلبة. خليني استعرض لك على السريع الجدول. طبعا هم مجرد ما يحضرون يكون عندنا طابور صباحي تكميل بتواجد ضباط الأكاديمية، ناخذ الحضور والانصراف حتى احنا نعرف من اللي كان موجود، ايضا من باب امن وسلامة الطلبة المشاركين وهذا من اولوياتنا. بعد ذلك بعد الطابور يتوجهون لوجبة الافطار، وهذه موجودة ايضا عندنا في الميز او المطعم اللي مخصص لعيالنا الطلاب. ومثل ما ذكرت لك هناك وجبات خاصة لمن يعانون السمنة. طبعا احنا ندلهم على الطريق، طبعا الفترة قصيرة، فاحنا نساعد ولي الامر ونساعد الطالب ان ترى انت ممكن تتغير وممكن يعني تحقق اهدافك، لكن احنا بس ندلك على الطريق ونبين لك، عاد الباقي على ولي الامر بالتعاون مع ولده. وايضا مثل ما ذكرت لك وجبات خاصه بمرضى السكري. بعد ذلك تبدا الفعاليات عندنا. احنا خلينا نتكلم على الجانب العسكري. عندنا مهارات المشاة العسكريه. طبعا البعض يقول لك ليش انت تدربهم مشاة؟ الهدف من المشاة هو الضبط والربط. احنا من خلال المشاة لما يتلقى الاوامر متى يمشي ومتى يقف ومتى يدور يمين ومتى يدور يسار، التزامه بهالاوامر هذه تعلمه على أهمية الضبط والربط، أنه لابد أنه يلتزم بالأوامر، مش يمشي على كيفه ولا يوقف على كيفه حسب الأوامر اللي تلقى إليه. إضافة إلى ذلك عندنا اللي هو مهارة الرماية. عندنا اللهم لك الحمد ميادين متعددة، ميادين هوائية وأيضا ميادين ليزر مشبهات في أكاديمية الخدمة الوطنية، فأبنائنا الطلبة تعلموا عليها يعني يتعايشون مع أجواء يعني الرماية تكون جميلة. ممتاز. وهذه أيضا من المهارات والأشياء اللي لابد أن أيضا نعلمها أبنائنا. بعد عندنا الجوانب الرياضية، عندنا السباحة. طيب. هذه أيضا اللهم لك الحمد عندنا مسابح أولمبية موجودة في معسكر مقدام. ممتاز. وعندنا الألعاب الجماعية المتعددة مثل كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد، وأضف إلى ذلك مهارات الدفاع عن النفس. عندنا ألعاب متنوعة في الدفاع عن النفس مثل الكاراتيه، مثل التايكواندو، وعندنا أيضا مدربين مختصين قاعدين يدربون أبنائنا على هذه الأمور. أضف إلى ذلك اللي هي بعض الدروس أو بعض اللقاءات والمحاضرات التثقيفية اللي خلنا نقول العلوم اللي لا يسع عيالنا جهلها. يعني للأسف يجيك عمر 13 مثال ذلك ما يتقن كيفية الوضوء كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كيفية الصلاة، فإحنا نحاول أيضا نستغل ذلك في أن نعلمهم الكيفية الصحيحة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإضافة إلى ذلك بعض الزيارات اللي تلطف الأجواء تغير، مثلا قاموا بزيارة قبل أيام إلى مجمع قطر مول للألعاب الترفيهية اللي هناك بصحبة الأخوة المشرفين، أيضا مجمع طوار مول. فاللهم لك الحمد يعني حتى أيضا كل صراحة الرحلة قبل أنقرها نضع لها بعض الأهداف اللي راح تتأتى من خلال هذه الرحلة واللي راح يحققها أبنائنا. أنت أشرت إشارة جميلة المسمى خدمة وطن. إحنا نبي نبين أن كل فرد من أفراد المجتمع في دولة قطر سواء كان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، هو لابد أن يكون عنصر فعال في مجتمعه وفي دولته، وأن الدولة بحاجة لكل فرد من أفرادها مهما زاد أو قصر سنه. فأنت الابن الصغير باجتهادك في علمك وفي دراستك والتزامك بأخلاقك وتمثيل بلدك في جميع المجالات وحتى لو سافرت برا في أفضل وأجمل صورة، هذا دليل على محبتك لبلادك وأنك بالفعل تخدم وطنك بما يعود عليها وعلى الأجيال القادمة بالنفع والفائدة. ممتاز. أمانة يعني مهارات مكتسبة جميلة، تغيير في سلوك الطلاب بشكل جميل جدا، ومساعدة الأهالي مثل ما ذكرت نقطة جدا مهمة، وجب على ولي الأمر إكمال ما أنتم بديتوه عن طريق يعني المراقبة في البيت حتى في المدرسة، تنظيم الأكل. أنتم ما شاء الله أعطيتهم الأساس والخطة وفتح الباب لأنه يكمل هذا الطريق، وبإذن الله تعالى الطلاب تنمو هذه الثمرة في داخلهم، ثمرة الانضباط والربط والتقيد والنوم بالوقت المناسب، وأيضا المهارات اللي قاعد تكتسب العديدة. نسأل الله تعالى التوفيق لكم ولهم إن شاء الله، وإحنا سعيدين جدا بما تقدمونه أمانة. يعني فرغتوا نفسكم إلى نشاط صيفي إلى طلاب توصلون رسالة جدا جميلة، نسأل الله التوفيق لكم. شكر لك أخوي نقيب سعود الهاجر مدير برنامج خدمة وطن، ولكل العاملين ما يسعنا صراحة نجيبهم ولا هم يستاهلون صراحة.
من طريقك انت نوصل لهم هذا السلام والشكر على المجهود الطيب اللي قاعد يقدمونه، وباذن الله تعالى نترقب منكم في كل جديد في كل سنه ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله، وباذن الله السنه القادمه هذه دعني اقولها مفاجاه ان شاء الله، انه راح يكون نشاط صيفي خاص باخواتنا الفتيات الطالبات، ومن الان جاري الاعداد في اعداد برنامج يتلائم بطبيعتهن، فباذن الله سبحانه وتعالى السنه القادمه راح يكون هناك جديد ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، ترقبوا مفاجات اكاديميه الخدمه الوطنيه. الله يبيض وجهك ابو سعد، ما قصرت. شكرا لك، وشكرا لهذه الاكاديميه الجميله اللي وضعت بصمتها في فتره صراحه وجيزه جدا، والحمد لله يا رب على ما تقدمونه. اشكرك ابو سعد ما قصرت. مشاهدينا الكرام، فاصل راجع لكم، خليكم معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، تتواصل فعاليات مهرجان الرطب الرابع الذي انطلق امس بتنظيم من وزاره البلديه والبيئه وسوق واقف، وتستمر حتى الثالث من شهر اغسطس المقبل. نتعرف اكثر على اجواء المهرجان من سوق واقف مع نديم قناه الريان فيصل المهندي. مرحبا بك يا فيصل، وشلون الاجواء عندك؟ يا هلا ومرحبا فيك يا احمد، مساكم الله بالخير مشاهدينا مستمعينا الكرام. بالفعل انا متواجد في خيمة مهرجان الرطب المحلية الرابع اللي يقام في سوق واقف، ويأتي من تنظيم وزارة البلدية والبيئة وإدارة سوق واقف، والذي تم افتتاحه بالأمس ويستمر معنا حتى الثالث من أغسطس القادم، وهو على فترة واحدة مسائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشر مساء. تفاصيل جديدة كثيرة راح نطلعها لكم وعن أخبار المهرجان إن شاء الله، لكن خلونا أول شيء نتابع معاكم هذا التقرير عن فوائد الرطب وأنواعه في هذا التقرير، ونرجع لكم إن شاء الله مع أخبار مهرجان الرطب المحلية الرابع. يعرف أنه فاكهة الصيف والصحراء، ويعرف أيضاً أنه منجم غذائي صحي متوازن. إنه الرطب الذي يعد ثمرة في مرحلتها الأخيرة قبل جفافها لتصبح تمراً. تدوم مرحلة الرطب مدة أسبوعين إلى 4 أسابيع تقريباً، ويمتاز الرطب باحتوائه نسبة عالية من الماء، لهذا يكون تناوله مناسباً تماماً في موسم الصيف والحرارة، بالإضافة إلى غناه بالمواد السكرية والفيتامينات والأملاح المعدنية وغيرها. عالمياً يوجد أكثر من 2000 نوع من التمر والرطب بأشكاله ومذاقاته المختلفة، فيما تنتج قطر أكثر من 100 نوع من أنواع الرطب وتمور، أهم الخلاص الخنازي والبرحي والشاشي، بالإضافة إلى أصناف أخرى منها السكري، الصقعي، والهلالي وغيرها. ويتراوح لونه من الأحمر الفاتح إلى الأصفر الفاقع، كما يمتاز بمذاقه الحلو وحجمه الصغير وشكله الناعم الأملس بعكس ثمرة التمر المجعدة. ولا يمكن بسهولة ذكر جميع الفوائد الصحية للرطب، لكن يمكن حصر فوائده الجمة في الآتي: يعمل الرطب على ترطيب الأمعاء وتليين الأوعية الدموية، ويمنع تشكل الالتهابات، ومقوي للجهاز الهضمي والأعصاب والعضلات، ويؤخر مظاهر الشيخوخة. يعد الرطب ذا فائدة عالية للأطفال والرياضيين والعمال والنساء الحوامل. الرطب من الثمار المهمة للحفاظ على رطوبة العين وبريقها، ويقوي الرؤية ويعمل على مكافحة غشاوة العين، كما يعمل على تنشيط الغدة الدرقية وتنظيف الكبد، بالإضافة لغسيل الكلى، ومهم جداً في مكافحة السعال والتهابات القصبات الهوائية والبلغم والإمساك. تحمل أشجار النخيل الباسقة كنزاً غذائياً، وتترك ظلالا وريفة وذاكرة أجيال سابقة كان الرطب عصب حياتها.
مشاهدينا مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مرة أخرى من مهرجان الرطب المحلي الرابع والذي يستضيفه سوق واقف حتى الثالث من أغسطس. بعد ما سمعنا هذا التقرير عن فوائد الرطب وأنواعه، خلونا نتعرف على أجواء مهرجان الرطب المحلي الرابع من خلال الجماهير الزائرة لهذا المهرجان. وخلونا نتعرف في البداية على أخونا متواجد معنا واللي جاي في المهرجان. في البداية نقول لك مساك الله بالخير. نور يا مرحب، والله مسهل، والله يعطيك العافية أخوي الغالي. عرفنا على اسمك أول. معك عبد الهادي الكحطاني يا طويل العمر. عبد الهادي، شلون شفت المهرجان اليوم؟ أول شيء رسالة شكر لكل من ساهم في هذا المهرجان، على رأس وزارة البيئة البلدية، وزارة البيئة والبلدية، وعلى رأسهم المزارعين اللي شاركوا في هذا المهرجان وأثروا حضورهم بالتمر وأنواع الرطب اللي احنا نشوفها، الله يعطيهم العافية. عبد الله، شو اللي عجبك من أنواع الرطب؟ والله يا طويل العمر أنا دائما ركز على الأخلاص بصراحة، بالنوع الكبير والصغير، لكن هنا أنا أشوف في تنوع كثير، منها أكثر من 4 أو 5 أصناف، والنوع الكبير والصغير صراحة شغل جبار وشيء يشكر عليه. بثامر، شريت اليوم من انواع وايد الموجوده هنا، لكن شو اللي شريته وشون شفت الاسعار؟ والله يا طويل العمر في انواع واجد، انا اشتري الاخلاص بحبه كبيره وصغيره، وفيها الخنيزي وفيه البرحي، هذه الانواع اللي انا جاي هنا خصيصا مركز عليها بصراحه، وتفاجات بتواجدها بكثره وبانواع مزارع باصناف يعني بيض الله وجيهم صراحه. 86 مزرعه، والمسؤولين في وزاره البلديه والبيئه يبون يبيعون إن شاء الله 250,000 طن من الرطب. أنت شلون تشوف الأسعار خلال اليوم الثاني؟ أنا أشوف على الأسعار هذه اللي هي بتناول اليد يكسر الرقم القياسي هذا طبعاً، لأنه يطول الأمر الأسعار الموجودة في السوق تختلف عن الأسعار في الخارج. يعني أنا أخذ لي كرتون بالكيلو 10 ريال 13 ريال، برا بأخذه 50 40 ريال، فبصراحة بيكسرون هالرقم، والله يوفقهم إن شاء الله، ونشوف السنة الجاية واللي قبلها إن شاء الله المهرجانات نفس هذه وفي أماكن ثانية غير سوق واقف تكون أقرب للمواطن وحوله حواليه، مثل في الريان في السوق المركزي اللي يسوون يفتحون واحد بعد أكون شاكلهم يكون أقرب للناس بتناول اليد إن شاء الله قريب من كل شيء. يعني تتمنى أن يكون المهرجان في أكثر من مكان، لكن ممكن يكون في تواقيت مختلفة، لأنه ناجح في السنوات السابقة اللي سمعنا. أنا أول زيارة لي السنة هذه ناجح، فأتمنى أنهم يفتحون فرع أو فرعين في ذات السوق المركزي، لأن في تجمع هناك وإقبال أكثر في السوق المركزي، فتكون هناك الفرص كثيرة في السوق المركزي، لأن المساحة وتعرف السوق الواقف سوق سياحي، فالناس شوي تتجنب الزحمة، فالسوق المركزي بيكون أفضل لو افتحوا في فرع هناك. شو تقول حق الربع والشباب الموجودين اللي مايو المهرجان؟ والله أقول لهم لا تفوتهم فرصة، لأنها هي فترة أسبوعين، الأسعار ممتازة، تقدر تأخذ لك هدايا بعد. أنا أفضل هم يجون يجربون بس يزورون، ما بخسرانين شيء. تسلم وما قصرت يا أبو ثامر، والله يوفقك في اللي شريته إن شاء الله، وتتهنى فيه إن شاء الله. يا مرحبا، وأشكر قناة الريان على التغطية، والله يوفقكم إن شاء الله. شكرا لك. يا مرحبا ومسهلا. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما سمعنا من عبد الهادي بن ثامر القحطاني عن الأسعار الموجودة في مهرجان الرطب المحلي الرابع، واللي تشارك فيه 86 مزرعة محلية، وصارت إضافة 13 مزرعة محلية عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت شاركوا تقريبا 76 مزرعة محلية، في 13 مزرعة هذه السنة، وإن شاء الله مزارع السنوات القادمة تكون في ازدياد وازدياد. نوه أن السنة اللي فاتت في مهرجان الرطب المحلي الثالث تم بيع 205,000 طن من الرطب، لكن السنة يودون المنظمين كسر هذا الرقم للوصول إلى 250,000 طن من الرطب المحلي. نوه أن هناك أنواع كثيرة من الرطب، منها الإخلاص والشيشي والخنيزي والبرحي والصقعي وبنت السيف، أنواع كثيرة تباع في هذه الخيمة اللي موجودة إن شاء الله حتى الثالث من أغسطس القادم، ويوميا من الساعة 4 مساء حتى 10 مساء في خيمة سوق واقف، والدعوة مفتوحة للجميع سواء من مواطنين أو مقيمين، لكل من هو موجود على هذه الأرض الغالية بالرحب فيه في هذه الخيمة في مهرجان الرطب المحلي الرابع. ونقول لكم حياكم الله وألف هني وعافية عليكم الرطب اللي بتشترونه من هذا المهرجان. الحين أرجع لأخوي أحمد الشمري واستكمال باقي فقرات برنامج ترحيب. تفضل يا أحمد.
الله يعطيك العافية فيصل، ما قصرت، ومثل ما قال أخوي فيصل ولا زيد على كلامه، فعلا هذا المهرجان مشاهدين الكرام فرصة جميلة جدا أن أنتم تجون. المكان مميز جدا، في سوق واقف في الساحة المقابلة لقهوة عشيري، مكان كبير فيه كل المزارع اللي ممكن تطري على بالك، أنواع رطب عديدة بجودة عالية مفحوصة بمختبرات حتى قبل أنها تدخل السوق، بالإضافة إلى أن عندك فرصة أنك أنت تتنقع على راحتك بدل لا تروح مكان مش مكيف أو غيره وتعنى المزارع، فهذه كلها موجودة في مكان، خيمة مكيفة، حتى الباركنات اللي موجودة في السوق واقف مكيفة، ما عليك أنت تجيب سيارتك سلف تصف الباركنج وتجي على طول وتنقى الرطب اللي في خاطرك وأنواع مختلفة بجودة عالية كلها إنتاج محلي، اللهم لك الحمد. نبقى مشاهدين الكرام في نفس السياق، موسم الرطب الذي يفرض نفسه هذه الأيام، وفي هذا الإطار دعت وزارة البلدية والبيئة كافة المزارعين إلى اتباع أفضل السبل لتجهيز الرطب للمحافظة على جودة الإنتاج وعدم فقدانها العناصر الغذائية ووصوله إلى المستهلك في الأسواق المحلية والعالمية مواصفات وقيمة غذائية عالية. كما وضعت الوزارة خطة لتوزيع غرف البوليكربونيت لتجهيز الرطب على عدد من المزارع النشطة في الدولة. المزيد مشاهدينا الكرام عن تقنيات تجهيز الرطب، يسعدنا أن يكون معنا السيد محمد سالم اليافعي رئيس قسم البحوث النباتية إدارة البحوث الزراعية وزارة البلدية والبيئة، حياك الله معنا. يا مرحبا بكم وسهلا. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، الآن حديث الموسم الرطب، مثل ما أنت عارف الناس متشفقة إلى الرطب، والناس خاصة أنه يسمونه مثل ما ذكرنا بتغريب فاكهة الصحراء، الرطب جدا جميل وفوائده عديدة جدا، والواحد يستمتع صراحة في هذا الموسم. أنتم ما شاء الله تبارك الرحمن تقومون بجهود جميلة جدا، التواصل مع المزارعين، توفير كافة الأشياء للمزارعين، نتكلم شوي عن النشاط اللي قاعدين تقدمونه هالفترة. طبعا احنا اليوم نتكلم عن نشاط تجفيف الرطب، نعم، لإنتاج التمور. فهذه التقنية هي أن نسحب الرطوبة من الرطب حتى يصير تمر. فهذه العملية طبعا في، لأن نسبة الرطوبة في الجو عندنا أصلا حول 90%، هذا ما يخلي الرطب يتحول لتمر بوقت قصير، إذا خليناه في الجو العادي بيضربه بعض الأمراض وبعض الآفات، يفقد قيمته الغذائية. صحيح، ويفقد قيمته وحتى قيمته في السوق. فإحنا في خلال تقريبا أكثر من 5 سنوات في التجارب في أكثر من نوع من أنواع طرق التجفيف، توصلنا لغرف البوليكربونيت. هذه الغرف عبارة عن غرف مغطاة بالبوليكربونيت، توضع داخلها أرفف، توضع فيها الرطب أو التمور وتجفف فيها إلى أن تصل إلى درجة التمور ذات جودة عالية ومقاييس عالمية. نعم، إحنا اللهم لك الحمد عندنا إنتاج كبير من الرطب والتمور، ولكن الناس تتساءل، يقول لك ليش مهتمين جدا أو شو الفائدة من وراء تجفيف الرطب حق تجهيز مثل الموسم القادم، وخاصة عندنا هالعدد الكبير ما شاء الله من الإنتاج. طبعا لا يخفى على الجمهور طبعا أهمية الرطب والتمر، طبعا نقدر نخزن لسنوات عديدة، خصوصا في المواسم في رمضان، وخاصة أن رمضان السنة عدى عليه، فإحنا نحتاج رطب هاي التمور للسنوات القادمة. نعم، فهذا يتحتم علينا نجد طريقة مثلى لتخزينه للسنوات القادمة. نعم، احنا خلينا نتكلم شوي، نوضح للمشاهدين الكرام، البعض أول مرة يسمع عن التجفيف والطريقة المناسبة لظهار جودة عالية من التمر. احنا نتكلم عن الآن الغرف البوليكربونيت أعطت جودة عالية، لون وشكل وطعم واكتساب القيمة الغذائية ومحافظة على القيمة الغذائية اللي موجودة في الرطب أو في التمر بعد ما يتم تجفيفها. نتكلم شوي عن طريقة كيفية التجفيف، يمكن احنا ذكرنا غرفة ونحطها داخل، لكن طريقة التجفيف بالذات شلون تكون داخل؟ هي طبعا اول ما ناخذ التمور تصف في الارفف، نعم، وتغسل، ومن ثم تعرض هذه الغرفة، تكون متحكمة بدرجة الحرارة، تقريبا نقدر نوصل درجة الحرارة ل 55 مع سحب الرطوبة من داخل الغرفة، بحيث انه يكون الجو حار، لأن لازم نسحب الرطوبة من الجو العام. فكل ما نسحب من الرطوبة حتى قللنا عدد الأيام تجفيف التمور اللي كانت في الطريقة العادية تأخذ 15 يوم إلى 5 أيام، خاصة الإخلاص يعني أو البرح الأصناف المعروفة والناس اللي عليها الطلب. يعني هو الآن الطريقة عبارة عن وضع داخل الغرفة بعد ما تم غسله، صحيح، رفع درجة الحرارة وسحب الرطوبة، أهم شيء ما يكون في رطوبة في المكان، أو كذا هو يتم تجهيزه بشكل أسرع، أسرع بشكل أفضل. أفضل، ممتاز. طيب نتكلم شوي عن المزارع والخطة اللي وضعتها الوزارة
يكون هناك عدد أكبر من المزارع للاستفادة من غرف البوليكربونات، وخاصة من مزارع نتكلم النشطة اللي معروفة بإنتاج التمور وعندها عدد كبير من إنتاج التمور اللي يخدم السوق المحلي والطلب. لو نتكلم عن عدد المزارع اللي استفادت حاليا، احنا في طور نشر هذه التقنية بين المزارع، وفي كل سنة نعقد، الحين خلال نقول السنتين الأخيرات عقدنا عدد من الورش العمل والأيام الحقلية اللي حضرها كثير من المزارعين وشافوا الطريقة، بالإضافة إلى بعض المزارعين أو بعض المزارع اللي كانت تجيب إنتاجها وشافوا إن مثلا شلون إحنا نجفف ونجفف لهم كميات، وهذا اللي بيخليهم يتشجعون ياخذون هذه الطريقة يتبنونها. ممتاز، يعني بدل لا يكون الاعتماد من المزارع عليكم، تكون المزرعة معتمدة على نفسها، وخاصة أنكم توفرون لهم هذا الغرف وتعليمهم على الطريقة، والطريقة سهلة أتوقع. نعم الطريقة يعني مجرد ما يتعودون عليها العمال أو يعرفون لها بسيطة الطريقة. صحيح. طيب نتكلم الآن عن هذه الغرف بعد ما تم توزيعها، الآن احنا نتكلم عن ما يقارب ثلث محصول قطر من التمور يتم المحافظة عليه بدل لا يكون أو يتعرض للهدر. وراء الفائدة من وراء هذه الغرف اللي تم توزيعها إيش؟ طبعا هو بيحفظ التمور لفترات طويلة، يزيد المخزون الاستراتيجي للدولة من التمور، خلينا نعتمد على نفسنا وما نعتمد على الانتاج، نعتمد على الانتاج المحلي بدل ما نعتمد على انتاج استيراد مثلا. ممتاز، يعني امانه ذكرت نقطه جدا مهمه وهي الاعتماد على النفس. ان انا عندي محصول كبير ليش يتم هدره؟ بالعكس اكتب تكر مثل هذه الطريقه على اساس الاجاني الموسم ان انا اكون محافظ على الرطب. امانه يعني في بعض البيوت انا مريت على ربع وقت مو وقت رطب، ما اتكلم عن رطب، رطب مو وقت يعني. رطب اجي القى عندهم رطب اقول لهم من جايبين، يقول والله مجمدين داخل بيت. صحيح، ممكن هذه طرق، هذه من طرق يعني الرطب سبحان الله نفسه هو اياه. صحيح، فهذه بيوت محافظه، فالمزارع والانتاج نتكلم عنه وتوفيره خاصه في غير موسمه، هذه خطوه جدا مهمه، وخاصه نتكلم عن الاكتفاء طبعا الدافئ. الرطب هاي بعد طريقه مو تجفيف، يكون تخزينه تحت درجات بارده غير عن التجفيف. خلينا نتكلم شوي عن الرطب خاصه الان، يعني احنا موسم رطب. الرطب انا صراحه واحد من الناس اللي امانه منها طول الموسم، اكيد العالم كلها يعني احب لهم الرطب، شيء جميل امانه. نعم. زين خلينا نتكلم الان، وخاصه مع وجود مثل هذه الاصناف، يعني عندنا نتكلم بقطر اكثر او ما يقارب ال100 نوع. صحيح. مختلف من الرطب الهلالي والاخلاص اللي هو الاكثر شعبيه بينهم. نتكلم شوي عن الرطب، خلينا شوي نطلع من الموضوع شوي، يمكن الناس تكسب خبره شوي فتحافظ عليه في البيوت خاصه مع وجود هالمهرجان، خلينا نروح نخلصون الكميه اللي موجود ان شاء الله. لو نتكلم شوي عن الرطب شلون طريقه الحفاظ عليه؟ بس نبي الطريقه السهله حق اهل البيوت الناس. ايوه الطريقه السهله يعني الناس العاديين انه يتم تخزينها في فريزرات اللي هي اللي اقل من زيرو، حتى فريزر البيت العادي اقل من صفر درجه الحراره احطه بكرتونه بس للسنه والسنتين ما عندك مشكله، احطه بكرتونه بس عادي مثل ما يحتاج اغيره. اذا بتحطه في البلاستيك تسحب الهواء منه وتخليه. يا سلام، بس هذا يستمر لك للسنه والسنتين. ممتاز، ونفس طعمه وفائدته في الطعم والفائده وكلها، بس طبعا 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 لما تخرج تطلع قبلها بفتره يعني كم ساعه ساعتين عشان بس يذوب الثلج وتاكل رطب. يا سلام، كنا طبيعي كنا تو ننزل الحين من الثلج. ممتاز، على اساس ما حد يشفق عليه بغير موسمه الشتويه. زين نتكلم شوي عن التجفيف الرطب من الوسائل. طبعا قلنا نتكلم عنها ضروري للمحافظه على مخزون التمور في الدوله. احنا للاسف نعاني من او هالمزارع او اللي يزرع نخل حتى هالبيوت يعاني من مشكله الا وهي السوس في النخل. هذه مشكله كبيره خاصه اللي يسمونها السوس النخل الحمراء. نعم. هذه بعد مشكله تكلمنا عنها قبل كم يوم، ولكن انتم ما شاء الله تبارك الرحمن عندكم طرق للتصدي والرد على هذه السوسه وهذه الامراض اللي تصيب النخيل. خلينا نتكلم غير السوسه الحمراء، نتكلم عنها واشياء ثانيه. أوكي. ايش الامراض اللي ممكن تصيب النخل؟ نقول اول شيء بالنسبه للنخله تصاب طبعا بالحشرات والامراض. الحشرات عباره عن السوسه، الحفارات اللي تصيب الساق، ممكن تصيب العذوق. هذه اللي تكافح طول الموسم، ولها في اللي بعضها مصايد، لها مبيدات الى حسب الحاله. في بعض الفطريات اللي تيجي على الثمار مثلا او الاوراق نقول، هذه حسب بعد المواسم، وكل موسم له يعني رشه او له طرق من الوقايه تستخدم فيها قبل الموسم. وانت ما شاء الله عندكم خط مفتوح ان اللي يتواصل معكم سواء الاستفسار او طبعا اكيد باب الوزاره مفتوحه، وفي اي وقت في اي استفسار نقدر نرد عليه، والخبراء موجودين الحمد لله.
الله يعطيكم العافية أخوي محمد سالم نافي، رئيس قسم البحوث النباتية ودارة البحوث الزراعية وزارة البلدية والبيئة. شكرا لكم على الجهود هذه الطيبة اللي تقومون فيها، وبيض الله وجهكم ما قصرتوا، وإحنا دائما ما نخلى من خدمتكم للمزارعين وخدمة القطاع. وأنتم بعد ما تقصرتوا ورايتكم بيضاء، والله أشكر على وجهنا وفداك. الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير راجعين لكم، خليكم معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. في إطار موسم الرطب دائما نسلط الضوء الليلة على واحدة من المزارع اللي تساهم في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال تسويق منتجاتها بالسوق المحلي، وهي مزرعة عدن. المزرعة تم العمل عليها من سنة 2002، متخصصين في جميع إنتاج جميع الخضروات وكذلك التمور. والحمد لله يعني ننتج من تقريبا أكثر من الآن 7 سنوات التمور بأنواع مختلفة للسوق المحلي في دولة قطر. تبدأ أولاً تكون هي الرطب، يعني الرطب قبل ما يصير تمر. الرطب لما يعني بعد ما يستوي تمر في مراحل، يتحول من رطب إلى تمر. وعندنا بالمزرعة هناك 3 أنواع من الرطب، هو الخلاص، هو تقريباً عندنا ما يقارب من 80% من النخيل هنا هو خلاص، و10% تقريباً خنيزي، 10% شيشي. عندنا أكثر من تقريباً 400 نخلة، وإنتاجنا دائماً يروح حق للسوق المحلي. يعني وزارة البلدية والشؤون الزراعية ما قصرت، تعمل مهرجان سنوي بالتعاون مع سوق واقف. هو هذا أحد الجهات اللي إحنا نعرض فيها من سنوات يعني. والجهة الثانية هي السوق المركزي. الرسالة اللي يعني لنا احنا كمزارعين، يعني الزراعة بشكل يعني هي هواية وممكن يكون مصدر رزق يعني جيد، ولكن تحتاج صبر وتعب ومن ثم استثمار الأرض نفسها. وكذلك يعني نتمنى أن يكون في تعاون بين المزارعين لنقل المعرفة من مزرعة إلى أخرى، وكذلك يكون تكامل بين المزارع. يعني شاهدنا مشاهدينا الكرام في بداية هذه الحلقة عن نشاط تقرير عن نشاط المكتبة الوطنية. هذه المكتبة مشاهدينا الكرام اللي تعتبر من الوجهات المفضلة خلال فترة الصيف، خاصة للطلاب والباحثين. حفظت ذاكرتنا ما حفظت من أن المسلمين في عصور نهضتهم اهتموا بالكتب اهتماماً لا سابق له في العالم آنذاك. فاقتنوا الكتاب واحتفظوا به، وكان في كل بيت مكتبة، كما نوه بذلك المستشرق الألماني آدم ميتز، إذ أقبل العرب على الكتابة والتدوين والتأليف إقبالاً استثنائياً، وأولوا المخطوطات والكتب والمكتبات عناية غير مسبوقة في التاريخ.
شهد يوم 16 من إبريل الماضي الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية، بعدما وقع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الشهادة الرسمية لمكتبة قطر الوطنية، وضع الكتاب رقم 1,000,000 على أحد رفوف المكتبة. تتسع المكتبة لمليون ومئتي ألف كتاب ورقي، تتوزع على 3 مناطق رئيسية في الموضوعات كافة. في قلب المبنى تنبض المكتبة التراثية بتصميم معماري يتماهى مع المحتوى الذي يزيد عن 50,000 مادة تاريخية، تشمل نحو 26,000 كتاب و4,000 مخطوطة و1,400 خريطة و30,000 صورة فوتوغرافية، فضلاً عن آلات ملاحية وفلكية قديمة. كذلك كان للمستقبل مكانه في المبنى من خلال مكتبة للأطفال حتى سن 12 على مساحة 686 متراً مربعاً، وتضم نحو 150,000 كتاب مطبوع أغلبها باللغتين العربية والإنجليزية، وكتباً مسموعة وإلكترونية ومجلات رقمية، بالإضافة إلى ألعاب تعليمية وبرامج للتعلم المبكر. بذلك يكون مفهوم مكتبة قطر الوطنية قد اتسع ليشمل 3 وظائف، فهي مكتبة وطنية ومكتبة بحثية ومكتبة عامة في العصر الرقمي، لتطلع بدور حضاري يكمن أحد جوانبه في صقل الجانب الروحي للإنسان. وبذلك مشاهدينا الكرام نكون وصلنا نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب، وفي أمان الله.